الجمال يرى والحب مختزلا فيك وفينا لهيب الشوق مهتملا كم عاشق لجناك الحلو قد قتلا يا ليبيا يا ألما يا ليبيا أهلا أهدي إليك حنايا الروح والقبلة مشاهدينا الكرام اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج موطني نبدوها ديما وزي العاده باخر التطورات في ملف كورونا عافانا الله واياكم. البيان اللي صادر فجر اليوم من المركز الوطني لمكافحه الامراض يؤكد وجود 17 حاله موجبه لفيروس كورونا. الحالات وزعت على النحو التالي: طرابلس مجموع الحالات حالتين، وطبعا الحالتين كانوا مخالطات لحالات سابقة. سبها عدد الحالات 11، منها 8 حالات مخالطة وثلاثة حالات جديدة. بنغازي مجموع الحالات واحدة لحالة قادمة من الجنوب، والبيضة كذلك حالة واحدة للمخالط السابق. قصر بنغشير حالة واحدة لقادم من تركيا، وتندميرة مجموع الحالات بها حالة واحدة وتعتبر حالة جديدة. كما أعلن أيضا المركز الوطني لمكافحة الأمراض عليه تماثل 6 حالات للشفاء، حالتين مخالطة وحالتين أساسيتين، وحالة لعائد من السفر، وأيضا حالة قادمة من الجنوب. وهيك يكون إجمالي المتعافين 76. الرقم الإجمالي اليوم في ليبيا وعدد الحالات في ليبيا هي 484 حالة. الحالات اللي ما زالت نشطة 398، المتعافين 76، الوفيات 10 حالات. هذا ملخص اللي جاء في بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض. أيضا عدة نقاط أخرى مهمة في موضوع وباء كورونا في بنغازي طبعا، وبيان صادر من هناك مطالبين نظرا لمستجدات الوضع الوبائي لجائحة كورونا داخل مدينة بنغازي وما يتطلبه من جاهزية، على الدعوة الموجهة من السيد مدير الخدمات الصحية بنغازي وعضو اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببنغازي. نعقد اليوم في بنغازي أو أمس في يوم الثلاث اجتماع بحضور أعضاء الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي، وتمحور الاجتماع تحديدا حول الحجر الصحي وتوافد أعداد من الأسر القادمة من مناطق الغرب والجنوب والتي ظهرت بها حالات مؤكدة. وقد انتهى الاجتماع لضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع انتشار العدوى وتفعيل قرار منع التنقل بين المدن والتشديد على ضرورة تطبيقه وإلزام القادمين. هنا بنفتح قوسين، وإلزام القادمين إلى بنغازي بضرورة العودة فورا إلى مدنه. ما فهمتهاش. المفروض في يعني الدولة صارفة ملايين، وهذا حسب تصريحات الجهات الرسمية وحسب تصريحات الدكتور سعد عقوب اللي نوجه له التحية. إذا في أماكن حجر صحي مجهزة وفي فنادق، يعني العائلات القادمة في منها عائلات مهجرة ما عندهاش وين تمشي إلا لبنغازي. ولما يوصل غديك طيب انت لو شاك في شيء، وهذا من حقك طبعا، في اماكن حجر صحي تقدر تحط العائلات هذه 14 يوم وبعدين يقدر، لكن تلزم من باب المدينه وتقول انه ممنوع الدخول، هذه اللي صعبه شويه، ما اعتقدش ان هي تتطبق، وان شاء الله ما تندارش باذن الله تعالى. عده مواضيع اخرى مهمه في الكورونا لخصوها لنا الزملاء في هذا التقرير اللي حنتابعوه توا. تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم.
في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، عقد في مدينة بنغازي أمس الثلاثاء اجتماع ضم كلا من اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببنغازي وأعضاء الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمدينة. تناول الوضع الوبائي داخل بنغازي بالإضافة إلى ضرورة تفعيل قرار منع التنقل بين المدن وإعادة القادمين من خارج المدينة إلى مدنهم. وفي غدامس عقد اجتماع ضم عميد البلدية ومدير مستشفى غدامس العام بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين في المدينة، وذلك لمراجعة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها البلدية، حيث تمت الموافقة على فتح جميع المحلات التجارية والعيادات والورش بجميع أنواعها، وذلك من الساعة 6 صباحا لغاية 12 ظهرا. يذكر أن مدينة غدامس كانت قد دخلت الأسبوع الماضي في حالة من الإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، وذلك على إثر اكتشاف إصابتين بالفيروس قادمتين من تونس. نطمن الجميع بأن الأمور الصحية بمدينة غدامس على ما يرام، وبهذا فإننا نشكر كافة أهل مدينة غدامس على وقوفهم معنا ومسؤوليتهم الاجتماعية والصحية، وأن الأمور تحت السيطرة وكل شيء على ما يرام وتسير الأمور إلى الجيد جيد جيد جدا، ولكم منا فائق الاحترام والتقدير. بالرغم من عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في مدينة أوجلة، إلا أن ذلك لم يمنع مستشفى أوجلة القروي من اتخاذ أقصى درجات السلامة داخل أقسامه، وذلك لما تمثله المستشفيات من أماكن يسهل فيها التقاط العدوى والأمراض المختلفة، حيث قام المستشفى الذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية، حيث قام المستشفى الذي يقدم خدماته على مدى 24 ساعة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية لحماية المرضى والمترددين عليه من فيروس كورونا. تتخذ في داخل المستشفى جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. طبعا تتم العملية أو تطبق العمليات الاحترازية أو الإجراء الاحترازي داخل المستشفى عندما يأتي المريض إلى المستشفى مصطحب بعائلته أو بأطفاله أو بأي شخص مرافق، يتم عزله خارج المستشفى قبل أن يدخل، والدخول فقط يقتصر على المريض الذي يستحق العلاج، وقبل الدخول للطبيب تتم عملية الإجراءات الوقائية من ناحية القفازات والماسك والتعقيم اليدوي وقياس الحرارة للمريض والتأكد بأنه خالي من أعراض كورونا. الحالات اللي ترددًا عندنا في مستشفى أوجلة، إن الحالات ياريت تكون الحالات الطارئة اللي جن، يعني نحن أغلب الحالات اللي لاحظنا أن نجن ما زال يجوا الحالات، الناس اللي بيقيسوا ضغط أو المرأة اللي جاية ماسكة أولادها الصغير تبي تعين أولادها الصغير جايبة جميع أطفال. فأنا حسيت أن الناس ما زال مش حاسين قصة الخطر متاع الكورونا هذه، وما زال الناس ما همش مصدقين، يقولوا الكورونا هذه عبارة عن كلام ما فيش منها، ما العالم دائرها، يعني مش مصدقين، ما زال مش حاسين بالخطر الناس. وما زلنا في مدينة أوجلة التي لم يقتصر تأثير فيروس كورونا فيها على القطاع الصحي فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات مختلفة، ومنها مكتب الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالمدينة، والذي كان حتى الأمس القريب عامراً بالأنشطة الثقافية والتعليمية المختلفة. أما اليوم وبسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة، قام المكتب بتعليق أنشطته حتى إشعار آخر، وبدأ في البحث عن بدائل لاستئناف النشاط، إلا أن الإمكانيات لم تسعفه لذلك. تم اقتراح عدة حلول، ومنها إقامة الدورات والندوات عن طريق الوسائل الإلكترونية والاجتماعية، ولكن نظراً لظروف المنطقة تم استبعاد هذا المقترح لانقطاع التيار الكهربائي وتوزيع الأحمال داخل المنطقة، وكذلك انقطاع شبكات الإنترنت، وكمنطقة نائية عدم وجود فنيين ومتخصصين في مجال الصيانة والدعم. وفي بلدية تازربو
وكغيرها من البلديات الليبية لا يزال قطاع التعليم يعاني من التوقف عن الدراسة نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمواجهة فيروس كورونا. الدراسة كانت قد علقت في مختلف المدارس الليبية منذ شهر مارس الماضي، وتم تمديد الإيقاف لأكثر من مرة استناداً إلى الرأي الطبي من قبل الجهات المختصة، وذلك للحفاظ على صحة الطلبة والمدرسين. مشاهدينا الكرام، نبدأ من وين ما ختمنا تقريرنا، من تجربه اللي أكدنا فيها على الوضع التعليمي وتوقف الوضع التعليمي، وماذا عن مستقبل الطلاب اللي يدرسوا في هذا العام؟ هل هناك امتحانات؟ هل هناك استكمال للدراسة؟ لازلنا لا نعرف، ولازلنا ننتظر الصورة تكون واضحة أكثر من الدكتور فوزي بومريزي، نوجه له التحية وزير التعليم بالحكومة الليبية. لكن خلونا في هذه اللحظة نستقبلوا الأستاذ إبراهيم جويلي، عبيد بلدية تجرب. أستاذ إبراهيم، السلام عليكم. مرحبتين بك. طمنا في البداية عن الأوضاع داخل بلدية تزرب والمستجدات لديكم فيما يتعلق بمكافحة وباء كورونا، حفظنا الله وإياكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله وانا تزرب يعني كيف في وضع المدينة الليبية دفع، لكن الحمد لله يعني حتى ما تزرب وبدأت حفظنا ربي بحفظه التام، مازال قبل الحمد لله مازال عافانا الله وعافاكم، مازال ما دخلنا المدينة تزرب. ولكن الحال من بعض يعني بالنسبة للبلدية خلينا بعض الإجراءات اللي هي يعني على الأقل نقدر نقوم بها في لازم بعض المواد اللي هي من جهة الكورونا زي الألبسة زي بعض المعدات اللي هي الزيتون المطهرات، الأمور هذه اللي هي عطيناها طبعا لمدير المستشفى ولمركز الرعاية الصحية وبنا نباشر ودرنا حلة حقيقة في البلد بمساعدة جهات الإسعاف وأيضا مركز الرعاية الثانية. قلنا ما في بعض المشغولات، ولكن هو الثاني خير وغرض مالي مشكور حتى هو مع الصحه ومع البلديه، وقمنا اعمال ببعض الاعمال وقمنا بزور الثامنه بتعقيم المراكز الاداريه بالبلديه ومنتنا لفيديوهات. يعني تتكلم استاذ ابراهيم على تعقيم مراكز الاداريه، مد بعض المساعدات للمستشفى والمراكز الصحيه. يعني اللي فهمته من كلامك وممكن ما نكونش فهمتك صح، ان ما فيش في تجربه لديكم هناك مقر جهز للعزل الصحي ام ماذا؟ لا، عندنا طبعا مقر الامراض الساريه، قلت لك عندنا مقر الحقيقه بذل جهد من خلال قناتكم نشكرهم جدا مركز الامراض الساريه، حتى جابولنا جهاز حقيقه حديث يكشف عن وباء كورونا، وهذا الجهاز حديث جدا جدا متطور، يعني ما فيش المنطقه الشرقيه لمدينه بنغازي ومدينه تزرب، مدينه بنغازي ومدينه تزرب. هذا الجهاز حقيقه تم تركيبه الاسبوع اللي فات في باقي الاراضي الساريه، وقاعدين ياخذوا عليه حاليا في دوره، وان شاء الله في الايام القادمه هنبدأ في استقبال العينات باذن الله تعالى، وان شاء الله ربي يعافي بلاد الجهاز يا رب. نعم، يعني استاذ ابراهيم، من النقاط المهمه في هذه الجزئيه وعمداء بلديات آخرين من بلديات أخرى شرقا وغربا وجنوبا كانوا ضيوفنا الحلقات الماضية، الجميع يتحدث عن وجود مقر للعزل، تجهيز هذا المقر بكامل التجهيزات، مجهز لاستقبال الحالات لا قدر الله، ولكن دائما تبقى الإشكالية في العناصر الطبية والعناصر الطبية المساعدة. ولله الحمد كمقر بديش أقول لك بنسبة 100% بس كنت صادق مع نفسه مع رب الواحد، عندنا مقر فعلا جهزه من قبل زي ما ذكرت القرارات الثانيه هذا المقر تقريبا ينفع 10 اسره، يعني تجهيزات اقول لك على الاقل نسبه 70% بس كنت صادق معك، لكن الهم في المهم في القصه كلها انه وصل الجهاز اللي بديت تدربه، هذه اهم نقطه، الجهاز اللي كشف عن الكورونا هذه اهم حاجه عندنا في تعيين الكورونا او مرض الكورونا فيها ذكر الله ان شاء الله، هذا وصل بديت تدربه وركب وتو حاليا ياخذ عليه في دوره، وهذه الميزه بتاعت هذه الحسنه اللي نحن على الاقل الحمد لله الحمد لله يا ربي انه وصلنا لها، لكن كعزل فعلا بجهز، ولكن ما نقدر نقول لك بس 100% في بعض النواقص اي نعم، ولكن جهدنا باذن الله مع الرابط الثاني بحيث يكون الموقع هذا نقدر نستقبل فيه حالات العزل، ولكن ان شاء الله ما نقدرش هي ان شاء الله يا رب ما توصل للمرحله هذه. لكن استاذ ابراهيم، مع احترامي ليك وللأخوة في قطاع الصحة في تزربه، هذه المرحلة مرحلة وباء كورونا،
ما تتحملش 70 و80 و90%، يا عندي جاهز يا غير جاهز، يعني الشيء الواحد 1% اللي ينقص هذا بيأثر. فاليوم خلينا نوصل الصورة للجهات المسؤولة، لأن وجودك معنا ضروري. بلدية تزربو، لا قدر الله إن خرجت لديكم حالات داخل بلدية تزربو، هل البلدية والقطاع الصحي بالبلدية مجهز لاستقبال حالات والكشف عنها وإعطائها العلاج اللازم أم ماذا؟ لا يمكن، نحن عندنا الأساس، الجهاز هو الأساس. على الأقل تشكل في الحالة مو ترفع الحالة في منطقة أخرى كان فيها تمقر موجود متوفر في بعض الأسرة في الحجرة، ولكن معدل التنفس المهني طبعا من الكشف يكونوا صادقين مع بعضنا نعمل مكونة. المكو فقط جهاز التعليق كمادة إداري مؤثر بالأسرة والأمور المبدئية هذه. هذه فعلا، لكن اول كان عندي ادويه مثلا جدا الادويه العاديه للتعقيم هذه تلافظ الامور علينا مثلا. يعني مش نفس التجهيزات اللي موجوده في مستشفى الكويفيه ومستشفى طرابلس، وهذا المقصد يعني بكلامك. كيف يعني يا استاذ؟ يعني مش نفس التجهيزات اللي موجوده في مستشفى الصدريه في بنغازي ولا ايه؟ لا 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 عانكم الله استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم، قبل الختام اعود للنقطه اللي تحدثنا عنها في التقرير وهي العام الدراسي، ماذا قدمتم للطلاب داخل بلديه تزربو، وهل هناك استعدادات لعوده العام الدراسي، وان كان يعني لديكم تواصل مباشر مع الوزاره ام لا؟ لا عندنا تواصل الحمد لله مع الوزاره، والحقيقه من خلال المقر بشكل تلفزيوني والمريض الحقيقه كان بذل جهد في قطاع التعليم لا يوصف. يعني الحقيقه هذا الوقف في التعليم وان شاء الله ربي يوفقه في عمله. لكن بشكل عام ترى في الاسبوع اللي فات عقد الوزاره الصناعه في العرض التعليمي وكان في خطوه لهذه الامور اللي هي عاده الدراسه، ولكن اللجنه المركزيه لازاحه الكوره في بنغازي اليومين اللي فاتوا وجهت رساله للدكتور فوزي ومريض وزير التعليم وطلبت منا ان يتمهل في فتره الدراسه لاجل غير معلوم، ما حتى ان الرساله مش واضحه ما حددتش ايام. قلنا التعليم ممكن عندنا هي سته، حدد عندنا هي سته ممكن التعليم، لكن هم دار رساله خلال الاسبوع الماضي بحيث ان قالوا لها خليها بنظر الانتشار. طبعا الفتره هذه للاسف شديد زادت حالات المنطقه الشرقيه، زادت شوي حالات الكورونا زادت. الاشتباه ولا الفعليه زادت. فاما لجنه الكورونا الدكتور هذي دارت رساله وعملت رساله للدكتور فوزي ومريض بالتنهل الى حين اشعاع اخر لحين توضح الرؤيه في تجاه الكورونا، فالموضوع ننظر فيها كمشكله غامض ما عادش بعيده محدده لان تحكى فيه الامور المرض يقين يقيكم الله ان شاء الله. هذا كان التعليم بشكل عام حقيقه امكانيات كويسه، المدرس يوجد تسويق صحيح، لكن المدرس عقمت ولكن هذا انتظار ان يستفاد به يضرها الجائحة بقية كلها متوفر والحمد لله رب العالمين. اللهم امين. استاذ ابراهيم جويلي عميد بلدية تزربو، شكرا جزيلا لوجودك معي. نقطة أخرى مشاهدينا الكرام أذهب بها من تزربو إلى بلدية أوجلة تحديدا والحديث عن المستشفى القروي هناك بالبلدية. الأخبار تشير بأن المركز الوحيد اللي يقدم فيه خدماته المستشفى القروي واللي يقدم خدماته خلال 24 ساعة يوميا، يعني مع أن لا يوجد لديه إمكانيات، لا يوجد هناك أدوية والأجهزة والمعدات الطبية خاصة التي تساعد في الكشف على الكورونا عافانا الله وإياكم. خلينا باش نفهم أكثر نستقبل الأستاذ صالح مراجع مدير مستشفى أوجلة القروي. أستاذ صالح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. مرحبتين، أستاذ صالح، هل مثل ما فهمت يعني من مراسلة الزملاء هناك بأن المستشفى يعاني من نقص كبير في الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية خاصة بما يتعلق بالكشف عن مرض كورونا؟ نعم، نحن نعاني من النقص الحاد من ناحية المنظومة الطبية وبعض الأجهزة التي تساعد عن اكتشاف المرض أو معالجته في المستشفى، ولكن نحن الآن داخل المستشفى يقومون باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حسنا الله وإياكم على حسب اتباع المستشفى. نعم،
السؤال اللي يطرح نفسه، يعني اليوم أغلب البلديات وحسب حديث وزارة الصحة واللجان المكلفة اللجان العليا بأن أغلب البلديات جهزت بمقار للعزل الصحي، ماذا عن بلدية أوجلة إن تم اكتشاف حالات بها لا سامح الله؟ نعم طبعا نحن العمل لدينا طبعا العمل على منطقة الواحات يعني بالكامل جالي وأوجلة وشخرة، واللجنة الفرعية في المنطقة يعني ساعية كل جهدها في تجهيز مركز العزل في منطقة جالو في حالة اكتشاف أي حالة تقلنا في جالو وأوجلة أو شخرة في حالة إصابة أي اشتباه إصابة أو اتفقت إصابة في المنطقة، يعني لديهم مركز خاص العلاج بهذا المرض. نعم شكرا لهذه التوضيحات الأستاذ المحترم صالح مراجع مدير مستشفى أوجلة القروي. مشاهدينا الكرام، هذه آخر تطورات وباء كورونا، وفي كل حلقة قلنا لكم حنكون في بلدية من بلديات ليبيا. اليوم مشينا لتزربو وأيضا مشينا لأوجلة وطمنا على الناس غادي والتجهيزات، واللي إن شاء الله نتمنى الفترة القادمة تكون أحسن وأحسن. رسالة بسيطة للأخوة مدراء المستشفيات وعمداء البلديات، مع الوباء اللي منتشر هذا في العالم ما فيش حاجة اسمها والله تجهيزاتي 70% الحمد لله كويسة، لا ما فيش حاجة انك انت ترضى بمنصاص الحلول، هذه انساها في الموضوع هذا. ما تجيش تقول اني والله عندي جهاز الكشف باهي، وبعدين جاك حالة لقيت عندها الوباء كيف بتتعامل معاه؟ لما انت مركز العزل بتاعك مش مجهز وناقصه 60 حاجه، انت لو ناقصك جهاز تنفس معناها ما تقولش عندي مركز عزل، ما تجيش تقول لا انا جاهز والله غير ناقصني جهاز تنفس صناعي، ما عندكش جهاز تنفس صناعي معناها انت ما عندكش مقر للعزل، ما عندكش المعدات الوقايه للاطباء والعناصر الطبيه المساعده معناها انت ما عندكش مركز عزل، ما عندكش عناصر طبيه مساعده واطباء كذلك ما عندكش، هي حلقات تكمل بعضها. المقر تجهيزات المقر بالكامل من الهايجين لا غاية جهاز التنفس الصناعي وسيارة الإسعاف المجهزة والتواصل المباشر مع وزارة الصحة والأدوية والمستلزمات الطبية والعناصر الطبية والطبية المساعدة. 99% معناه أنت مش جاهز، لما يكون عندك كل الأساسيات وقتها تقول جاهز، لكن تجي تقول الله جاهزين لكن مع بعض النواقص، لا بعض النواقص هي اللي تأثر. مشاهدينا الكرام نمشي توا معاكم لملف فتحناه الحلقة اللي فاتت، وهذا الملف الشائك اللي قاعدين معاش عرفنا كيف ننهوه من 2010، ملف شركة الخدمات العامة أو المستجدة باسم شركة النظافة. في الحلقة الماضية كان معنا الأستاذ فرج عبد الرحيم مدير عام شركة الخدمات العامة بالجبل الأخضر اللي كان معنا عبر الهاتف، وتحدثنا عن مشكلة القمامة في حي فاطمة الزهراء بالبيضة، واللي وجهنا له الدعوة إنه يكون ضيفنا في حلقة اليوم، والرجل لبى الدعوة وبارك الله فيه مشكور، وإن شاء الله نحاول في هذه الحلقة فتح كل الملفات وتوضيح الصورة للمواطن الكريم. مشاهدينا الكرام في البداية وقبل ما نشوف الفوكس بوب يا أنمار، خليني نستقبل الأستاذ فرج عبد الرحيم مدير عام شركة الخدمات العامة بالجبل الأخضر من مكتبنا هناك في البيضة. أستاذ فرج السلام عليكم. وعليكم السلام أخوي عماد، نحييك ونحيي كافة الطاقم المساحب لك في الحلقة. مرحبتين بك أستاذ فرج. أستاذ فرج طبعا بعد الحلقة الماضية طلبنا من مراسلنا أنه هو ينزل للشارع مرة ثانية وناخذ العديد من العينات من أهالي البيضة ورأيهم بصفة عامة في شركة الخدمات العامة وشركة النظافة. تعال شرايك قبل ما نبدأ حوارنا نسمع أهل البيضة شن قالوا ونجاوبوا على تساؤلاتهم أنا وياك. الوضع سيء، من قبل كانت أحسن وأفضل منك يعني بصراحة، كان لي توا يعني واضح متعبان للسفر يعني. آخر مرة جت سيارة قضت تقريبا لها سنة وكسر، سنة وشهرين. بعد فقير اللي تشوف فيه هذه عاد الكارثة اللي هذه الكارثة البيئية اللي نحن نعانوا منها يعني، وخاصة مدينة البيضة يعني. الحرائق بتاع الكنيس اللي في الوادي، يا ريت يعني يجمعوها في مكان واحد، وفي حتى في الجو له دور يعني.
والله متواصلة العملية هذه من قريب 4 أو 5 سنوات، نفس القصة متواصلة. قضية القمامة هذه قضية مستحسية شوي، والشركة النظافة تلوم وتعذر، يعني تو لما تجي تناقشهم وتحكي معاهم يقول لك مثلا لنا 15 شهر ما خليناش رواتبنا، وقبل في تشركيات خاصة يساعدنا فيهم تو موقفات حتى تشركياتهم، والناس ما عندهاش وين تكب القمامة. آخر مرة جت فيها السيارة؟ لا، لنا فترة ما رينا، ممكن مع الشوارع الرئيسية بس يمر القمامة، خاطئة ما فيش. الوضع القمامة في مدينة البيضاء طبعا وضع مزري جدا، ويعني لما تتجول في شوارع البيضاء تشوف الأكوام أجبال من القمامة. لكن في شيء طبعا نبون نعرفوه، يوثق المفروض اللي يوضحوا لنا الناس المسؤولة، اللي هو أن العذر هو الناس ما تاخذش مرتبات. يعني إذا كان واحد يشتغل في شركة الخدمات ولا سنة ونص ما خذاش راتبة، فهذه عاد كارثة. الحل ما يدعموا الشركة هذه أو شركات خاصة، المواطن كل شارع يتعاقد معاهم ويعطيهم ويوفر المكب. هذا لا كان أفضل، يعني كان أفضل، وكان في حتى في شركات خاصة أنت تتعاقد معاهم، يعني خطي ما يجيكش الشركة، يعني كانت في حلول. ولكن تو ما فيش حلول بالكل، يعني نشوف في أكوام. يعني أنا نحكي لك عن نفسي، اللي قريب 3 سنوات أو 4 سنوات الكناسة نرموا فيها، وكيفنا كيف المواطنين نلقوا أكوام نرموا فيه وخلاص. عدم وجود خدمات، شركة خدمات، عدم وجود أعذار أخرى، مكب ما عادش فهمنا نحن القصة هذه، ما فيش واحد وضحها. هل هي قصة مكب؟ هل هي قصة ناس ما خذتش راتبها؟ هل قصة إمكانيات؟ ما عادش تفهم يعني. تو الشيء المرفت في البيضة الكناسة. هذه بالكامل؟ لا، هذه قديمة، يعني قديمة بكل، يعني من العهد السابق، يعني أيام المرحوم نوري الله يرحمه كانت الأشياء. لكن يعني شنو المانع وشنو الفرق وشنو اللي ما هي؟ نفس السيارات، نفس الشركة، نفس كذا، نفس الراتب. رجعنا لكم من جديد، نستقبل مع بعضنا من مرة ثانية الأستاذ فرج عبد الرحيم. أستاذ فرج، تابعت معي آراء المواطنين في التساؤلات اللي طرحت عليهم، وحاب ناخذ رأيك قبل ما نبدأ حوارنا على ما جاء في هذه المداخلات من المواطنين ببلدية البيضاء. نعم يا سيد، طبعا النقد عادة من المواطن جاهز، وانت عارف سبق وان حكينا ظروفهم، وهم برضو حكوا ظروف الشركة. نعم، هي بالمرتبات سنة ونص هو وضع صعب، من يشيل في القمامة هو العامل، ومن يقود في السيارة هو العامل. نعم، كلهم مفروض يتقاضوا مرتبات، أرباب أسر، ناس متورطة في سلف وفي من مصارف وفي قروض. وانت عارف جيدا أغلب الشركات الخدمات العامة تعمل بجزء كبير من العمالة الوافدة، ولا أعتقد أن العمالة الوافدة تبي تقعد من غير مرتبات سنة أو سنة ونص أو حتى 4 شهور. صح، الوضع مزري في كافة مدن ليبيا، كل شركات الخدمات العامة تعاني من نفس الظروف ومن نفس الوضع. سبق وأن حكيت لك في لقائنا السابق، نحن لو يوصلن حقوقنا، عرب البيضة والجبل الأخضر بصفة عامة عارفين أن مدينة البيضة كانت في السابق زي ما حكوا المواطنين، كانت هي الترتيب الأول يا الثاني على مستوى ليبيا، والشركة نشاطها في السابق معروف، لديها أعمال أخرى خاطئة النظافة، لديها مشاريع لدى الإسكان العام والمرافق والصحة وغيرها وديون سابقة. نحن في اللقاء السابق وضحنا لك كيفية طريقة العمل اللي مفروض تعمل به شركات الخدمات العامة. حكينا لك أستاذ عماد وقلنا لك نحن لو تعاملت معنا الدولة وفق القانون لا شأن شأن أي قطاع أو جهة تعمل وتنزل ميزانيتها سنوي شأن أي. تماما، أسف على المقاطعة أستاذي الكريم، ولكن أنت تتحدث الآن وتطالب من الدولة أن تعمل معكم
وفقا للقانون. ماذا عن تطبيق القانون لديكم كمدير عام؟ يعني دعني في البداية أتساءل سؤال واضح وبسيط جدا باش نكونوا في الصورة. اليوم عدد العاملين لديكم في شركة خدمات العامة تحديدا في الجبل الأخضر كم يبلغ عدد العاملين تحديدا؟ طبعا شيء طبيعي، شركات الخدمات العامة جلهم كان أجهزة مدمجة اللي هو جهاز الأعمال وجهاز المتسحات والحدائق والمياه، وكان كل يعمل تحت مظلة واحدة. لا ننكر أن العمالة مكدسة صح في أغلب شركات الخدمات العامة بكافة التخصصات، في المهندسين، في المشرفين، في اللي مش عامل نظافة ولا سائق نقول له عادي سوق. برضو ناس تلمت مهامي في 2001 2015 كان العمالة 1650، الآن نعمل ب 940. برضو تقدمنا وقدمنا مقترح لرئاسة الوزراء، المقترح فيه بما معنى يعني تقدر تقرأ تقليص عدد من تقليص عدد من العمالة. وبالفعل خطبنا وزارة الحكم المحلي، باشرت وزارة الحكم المحلي وتقدمت بمذكرة إلى رئاسة الوزراء، واقتنع السيد رئيس الوزراء بفكرة تقليص العمالة. وبالفعل نحن كشركة شكلت لجنة برئاسة وزارة العمل، نعم، وعضو من وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة العدل والداخلية وغيرها، نعم، أعتقد أن 6 وزارات. وفي اجتماع رسمي مع رئيس الوزراء قبلوا هم أنهم يقبلوا الإعداد هذه، وشكلت لجنة، نعم، وزارونا في مقر الشركة. وبالفعل كلفنا مع عضو من شركة الخدمات يرأس مكتب شؤون العاملين، ومسكنا السائق ومسكنا العامل، وأما أصحاب التخصصات من مهندسين ومؤهلين حطيناهم في كشف ووجهناهم بالفعل للجنة المشكلة، واصدرت قرار وسكنت الأعداد، مثلاً 70 في الداخلية، 100 في الزراعة، 100 في العدل، كل جهة قبلت عدد معين، إلى أن وصل العدد إلى حوالي 612. المذكرة أعتقد أنك تشوفها قدامك مفصلة، نعم، بالكامل. خطبنا مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء اللي هي خطبتها اللجنة المشكلة برئاسة وزارة العمل. والآن إلى الآن من تاريخ 1/1 إلى راهو بيشترف أغلب الشركات من حوالي 5-6 سنوات محولين كشوفات لوزارة الحكم المحلي. والآن كيف جاء الإذن من عام 2000 كي يضمنوا في الميزانية من 1/1/2020 الكشوفات ومصادقة عليها من اللجنة المشكلة بالاسم، بالرقم الوطني، بحساب المصرفي، بالوظيفة، كافة البيانات توحيلت السيد رئيس الوزراء. وإلى الآن نحن توه في شهر 6 هو المفروض يصدر قرار ويحول مخصصات الناس المنقولين، نعم، ويسكنوهم في وظائفهم، ونحن نعمل بقدر معين اللي هو 400. ولو ان نحن نضم 4 بلديات والعدد ممكن غير كافي. معلش الرقم مره ثانيه. نعم، الاغلبيه يعني فيه اللي مش مؤهل ولو صاحب تخصص ولكن يعمل في الشركه ومتفاهم الوضع، يقول لك انا نمشي لجهه نمسك غفير او نمسك اي شغل اخر في عند الصحه والله عند الجهات المنقول لها، وينزل يرتبط مرتبي على الباب الاول افضل من ان يكون على باب الدعم اللي هو باب الرابع. يعني في اللي برغبته منقول برغب، وفي اللي صاحب تخصص مثلا مهندس معماري، طبعا تعرف الشركه كانت ضمن كافه التخصصات. نعم، يعني العدد المنقول حوالي 612، المتبقي في الشركة حوالي 420. وقبلنا شركة خدمات بنغازي نفس الإجراء، وبرضه راهو في رئاسة الوزراء، ومن المفروض أن يصدر قرار ويتم إحالة الناس للجهات ويباشروا أعمالهم حسب موافقات الجهات اللي هي منقولها. شنو هي أنواع الوظائف الحالية أستاذ فرج لل 400 موظف أو ال 420 موظف تحديدا الباقين معاك في شركة النظافة بالجبل الأخضر؟
باش نقعد نوضح معاك، نحن اغلب شغلنا ميداني. نعم. يعني نحن ال 400 وال 20 او 30 مسكنا السائق، مسكنا الغفير، مسكنا من يتماشى مع طبيعه عملنا زي الحدائق، زي العماله، فيه اللي ليبي وعامل، وفيه اللي ليبي وغفير، وفيه سائقين، بالاضافه للعماله الوافده اللي هي العماله الاجانب. توضيح ثاني بعد اذنك استاذ فرج، حضرتك ذكرت ان من ال 420 ايضا تخصص الحدائق، اليس بعد تغيير المسمى من شركه الخدمات العامه بالجبل الاخضر الى شركه النظافه قد تم الغاء ونقل هذا الاختصاص منكم، ولم يبقى خلاص يعني هذا الاختصاص يتبع لشركه النظافه هو المتعلق بالحدائق وتزيين الحدائق؟ اداره الحدائق جزء من اداره الشركه العامه لخدمات النظافه. نعم. هي داخل كادر شركة النظافة العامة. يعني نحن نظافة وحدائق. تمام. وإنشاء مقابر. نظافة وحدائق وإنشاء مقابر. أيوة، لأن كانت في السابق لديها مشاريع طرق، إسكان عام، مدارس، جل هذه المشاريع الآن ديونها لدى هذه الجهات، ومن المفروض هي تأخذ ميزانيات، وقدمنا ديون لكافة الجهات اللي انشات الشركه في المشاريع، شاكر زي الطرق يعني للمواصلات، زي المرافق للسكن العام، زي الصحه، عيادات صحيه، كلهم باستلامات مجهزه، وهذه كلها المنفذه قبل 2011. هو الاستاذ فرج يعني المطلوب من الحكومه اليوم صرف الدعم وليس صرف المرتبات، لأننا نعلم جميعا بأن وفق القانون 23 لسنة 2010 هو التعاقد معكم بالطن ومع العامل أيضا من باب الدعم هو أجور العاملين وما يتعلق بشراء الآليات وغيرها. اليوم أنتم تطالبون الجهات المسؤولة بصرف كل ما يتعلق بباب الدعم وليس صرف مرتبات فعلية. طبعا هو وفق القانون هو باب الرابع، هو مش مهاية ومرتبات. نعم. صح، ولكن باب الرابع شيء طبيعي، باب الدعم. أنا إذا كان عندي سائق ولا عامل تبي تكون الأولوية للمرتب بغض النظر على إنه دعم. من يحدد هذا المرتب وقيمة هذا المرتب؟ طبعا هو عندنا تخصصات، العامل له مرتب، السائق له مرتب، الغفير له مرتب. من يضع هذه القيمة؟ من يحدد هذه القيمة؟ يعني هل الحكومة أم شركة النظافة بتعاقد المباشر معهم؟ لا، شركة النظافة. شركة نعم. النظافة هي من تحدد إبرام العقد مع الأجنبي بقيمة مثلا حسب ما يتفق عليه وحسب الساعات. نعم. أذا بك لجزئية أخرى، دائما ما نسمع أستاذ فرج عن مدير عام الشركة، مدير بالجبل الأخضر، مدير العام، المدير المسؤول، ولكن هناك مسمى مهم جدا مختفي ولا نعلم أين اختفى هذا المسمى وما هي الأسباب لعدم وجود هذا المسمى. الحديث هنا عن مجلس الإدارة. نعم صح، وفق القانون المفروض هو مش المفروض، حسب ما يراه المسؤول اللي نعم. أعلى رتبة من المدير، هو المفروض يكون في مجلس إدارة يشكل من 5 أعضاء أو 6 أعضاء من داخل الشركة، فيه لجنة عمومية برئاسة وزير الحكم المحلي، هو في القانون برئاسة المرافق، ولكن بعد فبراير أصبحت التابعية لوزارة الحكم المحلي، وفي جمعية عمومية يرأسها وزير الحكم المحلي وعضوية من الإسكان ومستشار قانوني من رئاسة الوزراء، هذه لها علاقة بالمصادقة على أي قرار يصدر من شركات الخدمات. هذه الجمعية العمومية جل شركات الخدمات 23 شركة. نعم. اعتقد حوالي 16 مدير عام والباقي لجان إدارية، يعني مش الجبل الأخضر بس مدير عام، أغلب الشركات جلهن هو مدير تنفيذي. مدير تنفيذي يعني لأن العمل ميداني ونحن جهة تنفيذية. نعم. يعني اليوم استاذ فرج انت اكيد من 1650 هذو اللي وصلوا 940 واليوم 420، من ال 420 ايضا هناك موظفين يعني عمال جو وعمال جدد يعني تعاقدتوا معهم من العماله الاجنبيه، هنايا اليه هذا التعاقد والاجراءات التعاقديه، وهل لديكم موافقه من الجمعيه العموميه لهذا العدد من التعاقدات ام لا؟
اولا نحن زي ما قلت لك اغلب شغلنا في الظروف الحاليه اللي نحن فيها يتطلب اتخاذ قرارات مرات فرديه، صح يجوز انها تكون مخالفه للقانون، ولكن انا نبي نغطي عماله. انت عارف من 2011 الا من رحم ربي، يعني اللي رحم ربي نحييهم في الليله اللي هم العمال اللي متواجدين، نعم، وليس المتقاعسين، صح فيه، ولكن برضو مصنفين على درجات اللي يجي واللي ما يجيش. موضوع تعاقد كان شان اي شركه، نتعاقد مع لمده شهور. انت عارف الاجنبي يعني نقعد معك ثلاث شهور ولما ما يخلص بعد فتره يجي غيره نتيجة الظروف، يعني حسب الظروف اللي قدامنا والمعطيات. أستاذ فرج، لكن مش المفروض قانونيا يلزم أن يكون لديكم موافقة من الجمعية العمومية على أي تعاقد جديد لديكم بالشركة أم لا؟ وضح لي النقطة هذه يا ريت بس. والله لو نمشوا للناحية القانونية نطلع نحن من 2011 إلى كلامي توا معك، نطلع أنا نبي من الحكومة الملايين، فهمت؟ نحن لو خالفنا في اجراء، والله نحن ما عندناش هذاك العدد، لو حتى ولو كان مخالف، لكن نحن راه القانون يحق للمدير الشركه التعاقد مع من يراه مناسب، طبق الوظيفه وطبق الاعمال المناطة بها حسب القانون. ويقول الاستاذ فرج ان اسم حضرتك مش مسجل في السجل التجاري للشركه والغرفه التجاريه لدى الاقتصاد، هل هذا الكلام صحيح ام هناك يعني غلط وحاب توضحوا لنا فيه؟ لا، شيء طبيعي، اكيد مسجلين موثقين لدى السجل التجاري. لا، نحن بدون السجل التجاري والضرائب والضمان لا نستطيع ان ننهي اجراءات الشركه في اي شيء حتى في شراء سيارات. خليني نرجع بك استاذ فرج للبيضه تحديدا ولشركه ذقله اللي تعمل بالبيضه وتحصل من كل منزل 30 دينار ومن اجل رفع القمامه من امام المنازل، من تعاقد مع هذه الشركه؟ طبعا شركه الذقله هذه شركه خاصه، نعم، عقدها مع المباشر، مباشر مع المواطن. نعم. تعرف في مواطنين متعاقدين مع شركات خاصه وهي من ياخذ القمامه منهم يومي. شركه الدقله من ضمن الشركات اللي متعاقده مع المواطن مش مع الدوله. باي من اعطاه الاذن في العمل داخل بلديه البيضاء؟ اليس من الواجب ان تاخذ موافقه من شركه النظافه للعمل داخل البلديه؟ الدقلة واخذة من الحكم المحلي اعتقد، وبرضه جو نحن ولا اذن رسمي ما اعطيناه، لكن هذا مواطن متعاقد، هو راهو حتى من قبل 2011 راهو في مواطنين متعاقدين مع مواطنين خاصين، يعني شركات خاصة. وين تقوم شركة الدقلة فعليا برمي هذه القمامة؟ يعني ما البعض يتمنى في الشركه ان هي ترمي فيها في الشوارع، فحابين نوضحوا للناس يعني يتم رمي هذه القمامه في المكب الرئيسي ولا صح للكلام بان يتم رميها في الاحياء السكنيه؟ والله يجوز طبعا نحن الشيء هذا، هم ياخذوا في قمامه من منازل الناس وكل شيء يجوز، المرمى احيانا يصير في تنقات فيه وصعب الوصول. مكب البيضة يختلف عن كافة مكبات الشركات الأخرى، لكن من خلال سير العمل نحن نلاحظ أنهم يكبوا في المكب العمومي يعني. العلاقة بينكم اليوم أستاذ فرج، وسامحني كثرت عليك الأسئلة اليوم، لكن والله أسئلة مهمة وأبحث دائما عن إجابة عنها واستغليت وجودك معي اليوم. العلاقة اللي بينكم وبين الحكومة تحديدا وماذا التواصل؟ هل هناك تواصل مباشر مستمر ام يعني تتعبوا باش توصلوا لباب رئاسه الوزراء وباب حتى وزاره الحكم المحلي؟ شيء اكيد طبعا، انت لما تبقى جهه تنفيذيه وما والجهه اللي انت تحت مظلتها، نعم، ما عندهاش حلول، يعني انت عارف الحكومه المؤقته حكومه تتعامل بقروض وظروف مرات نلومه ومرات نعذره، لكن نحن نرى ان مهما كان السبب، مهما كان ظروف الحكومه، المرتب اولويه ومهم جدا. نحن رانا لما حكينا معك في السابق نحن قلنا لك التعامل وفق القانون،
ولو طبقوا القانون عادي، نحن متقبلين انهم حتى ولو في ملاحظات على الشركات، لكن المرتب شيء طبيعي اساسي زي ما قلنا لك، معظم الناس يتعاملوا مع قمامة حية تخرج من يوميا. القمامة انت عارف مرات تتعفف من قمامة بيتك وهم يشيلوا في قمامة عامة. نحن ما نقول لك نعمل بالكادر كامل، ولكن جزء كبير يعمل من الشركة. بالفعل في مساندين من بلدية سواء البيضاء وشحات. نحن نرى ان هذا اختصاصنا وسلب لاختصاصنا، ولكن يجي عميد البلدية يقول لك انا بدي والله بكلف شركة بالاجل، انت ظروف والقمامة ما قدرت عليها. برضو الرقعة السكانية راهو للجبل الاخضر تختلف كليا عن اي شركة او اي خارج سواء نا ودرنا او المرج، يعني طبيعة الجغرافيا صعبة في النظافة. الشيء الاخر نحن الجبل الاخضر ما نبوش نقول وين فيه بشر وين فيه قمامة. شفت حضرتك النازحين او من جاء من مدن ليبيا الى جبل الاخضر، الان التوسع السكاني وتوسع المخططات، هذول كل المواطنين هذول تخرج منهم قمامة بشكل يومي. القمامة شيء طبيعي، الشركات الخامة الشركات العامة لازم من امكانيات مستلزمات تشغيل، لازم من مرتبات. نحن راهو لما نقولوا كلام نحن لاننا ميدانيين ونشوفوا في الشغل واضح قدامنا. مرات الواحد لما يجي يعبر على مدينه ولا على منطقه، نحن التقدير نحن من غير مرتب ولا من غير مستلزمات تشغيل شيء طبيعي، ما هو واحد بيشتغل لك. خلينا نجاوب استاذ فرج بكل صراحه، المعلومات تشير بان الحكومه الليبيه حكومه كانت مؤقته او وفاق أو الحكومات السابقة من 2011 حتى هذا اليوم، لا يوجد أي تعاقد رسمي بينكم وبين الحكومة، فكيف تطالبون بمستحقاتكم وأنتم في نفس الوقت لم تتعاقدوا مع الحكومة؟ كلامك صح هو المفروض. أولا أنا لما كانت الشركات تحت مظلة الإسكان والمرافق، نعم، وبإشراف الإصحاح البيئي، هو بصراحة هو كان الشغل صح. نحن مكملين لبعضنا، المرافق وشركات الخدمات العامة وشركات الأشغال وغيرها والمياه، لما تكون تحت مظلة المرافق هي جزء منها وإدارة من إدارات المرافق. أنت عارف وزارة الحكم المحلي هي شؤون تعتبر قانونها شؤون محلية لكافة البلديات، وبرضه لجان طواري وحمل ثقيل بالنسبه لها كشركات خدمات. نعم. من نقل الاختصاصات من مرافق لوزاره الحكم المحلي بصراحه هذا اجراء غلط. نعم. وقاعد في نفس الوقت ما فيش تعاقدات، يعني هل ممكن غضوه يعني لو ضاقت بالحكومه يطلع لك يقول لك انا قانونيا انت يا سيد فرج يا شركة خدمات ما عندك عندي شيء ولا في بيني بينك أي عقد، ومن قال لك تعاقد ومن قال لك أصلا قيم حتى الكنايس من الشارع، يقدر يقولها؟ أولا نحن مخطبين الجهات المختصة في الخصوص سواء كان في طرابلس أو في الشرق أو في الغرب. نعم. لكن أنا بنقول لك حاجة، يعني التعاقد معطيه لنا القانون. نحن صح أنت كلامك تو اللي تحكي فيه مضبوط، المفروض هم طبقوا القانون. من اللي رأس؟ من الجهه اللي ترأس؟ وزاره حكم محلي، وزاره حكم محلي ترأس رئاسه الوزراء. يعني اللي يعرف القانون اعطيها لي، واذا حدث اي تقدير يبقى في اداره شركه. لكن انا نبي نتعامل معك اولا، حتى الشركات الاجنبيه او من يجي على سبيل المثال للتخلص من القمامه المفروض يقابل شركه الخدمات اولا، قبل رئاسة الوزراء وقبل وزارة الحكم المحلي. هذا اختصاص أصيل، أنت لما تعطيني اختصاصي بعدين حاسب على القمامة. أنا نحكي على جبل الأخضر، عرب الجبل الأخضر بصفة عامة عارفين شركة خدمات كيف كانت تقدم خدماتها، واعتقد أنت من خلال الشريط المصور شفت بروحك وسمحت الناس. نعم. كنا يا الأول يا الثاني بعد واحدة من المدن في الغرب. الآن نتيجة ظروف شركات ولا نعلم إن كان هذا مقصود أو غير مقصود، بصراحة المفروض تعامل معي وفق قانوني وعطيني مخصصاتي، وبعدين أنا نعطيه المرتبات ننظف بين حدودي الإدارية، نعمل بين ما نعمل في جهات رقابية تراقب الأموال اللي يمشي للشركات وغيرها.
يعني انت لما تعامل معي قانوني ما تقول ليش تعاقدت ولا ما تعاقدت. بالفعل حتى طرابلس راهو ما تعاملت معنا بعقود، تعاملت معنا بدعم. نعم. تعطي في مخصصات منهن. برضو حكومة الشرق نفس الوضع، تعاملت معنا تعطي وكأنها تعطي في مرتب. نحن نتعامل بالكيلو وبالطن وبالكميات ونحولها في مستخلصات على مدار السنة. كل شهر نحوله مستخلص، ناخذ القيمة تطلع 1,200,000، تطلع 1,400,000، على مدار السنة تطلع ب 20 مليون. أنا نوزعها وفق ما عندي، البند الأول اللي هو مرتبات والعاملين اللي تعمل، برضو مستلزمات التشغيل، برضو إن كان فيها كراء سيارة أو زيادة أي شيء اللي معطيها لي القانون أنا نطبق. نعم أستاذ فرج، يعني أنت لاحظت عدة كذا مرة كلمة مرتبات، ولكن هل من يعني لغويا وأيضا قانونيا أن يقال عنهم هي أجور العاملين لأنهم ليس بموظفين صحيح؟ هو أجور عاملين صح، ولكن ماشي عندي مرتب أنا. واليوم لما نتكلم عليه، تكلمت على نقطة مهمة جدا يعني، ومن بدري تكلمنا عليها، سواء شركة الذقلة أو شركة اللي في بنغازي اللي نهر بغداد أو باب بغداد أو نسيت الاسم الصراحة. تمام. فهذه قلعة. أيوة قلعة بغداد. فهذه الشركات هي تقدم اليوم الدعم، تقدم نظافة للمنازل. اليوم لما نجي نسأل المواطن في البيضة اللي يقول اللي تجي شركة الدقلة يقول لك أنا مرتاح، أو شركة قلعة بغداد. اليوم وجود هذه الشركات الخاصة وتعاقدها المباشر سواء مع المواطن أو مع البلدية أو مع الحكومة، كيف يؤثر عليكم كشركة نظافة؟ هل بالسلب أم بالإيجاب؟ هو صح يأثر علينا سلبا في طبيعي، لما ما نقدمش خدمات المواطن شيء طبيعي بيلتجئ لمكان أخرى، شركة خاصة ويتعاقد معها. لكن نحن راهو نتيا خوي عماد، نعم، من 2011 لم يتم توريد آلات لشركات الخدمات العامة. بالفعل الآونة الأخيرة السيد رئيس وزراء الحكومة الليبية في الشرق باتفاق مع السيد وزير الحكم المحلي قدمت ببعض الآليات، ولكن هذا في سنة، ولكن حسب الظروف. نحن من حوالي سنة يعني الآونة الأخيرة في حكومة الأستاذ عادل، في وليس في وقت الأستاذ محمد الفاروق يعني، لا في حكومة وزارة الحكم المحلي حاليا. ايه الأستاذ عادل. أنا على الصعيد الشخصي بالفعل استلمنا منهم آلة جارفة، واستلمنا منهم اثنين كشكين عجل يعني بالمعنى العام، استلمنا عدد حوالي 3 فوات، استلمنا حوافظ، يعني مش العدد اللي يغطي، ولكن يعني نعم. خليني بكل صراحة، آلية التعامل وليونة التعامل، ما الفرق بين العمل مع السيد عادل البراصي نوجه له التحية وزير الحكم المحلي، أو السيد الفاروق، ما الفرق هنا بين الوزيرين؟ والله سؤال محرج يعني، هم كلهم اصحاب وكلهم وزراء وتعاملنا معاهم، اللي عدى الله يسامحه واللي قاعد برضه الله يسامحه. نحن العبره بالنتائج، النتائج المفروض اي شخص يمثل وزاره او يمثل اداره شركه المفروض يكون سفير للمواطن ويتعامل مع الازمه الحاليه. نعم. انها ازمه بالفعل. نحن لا ننكر جهود السابق وجهود الحالي، برضو لا ننكر في تدني وفي تقدير اللي هن دعمنا ووضعنا ومرتباتنا. نحن نعتبر فيه مرتب، لأن الموظف اللي عندي أو المنتج يعتبر فيه مرتب، ما يعتبر فيه أجر يومي. لو أنت عامل فيها ما أنت عامل فيه بأجر يومي أو شهري أكيد شيء طبيعي، لما ما يأخذ أجر حيروح. ولكن الناس الخيرين والوطنيين اللي موجودين، واعتقد أنك شفتهم في الفريق السابق اللي نحييهم فيها الليلة، كافة العاملين بشركات الخدمات العامة، عاملين ومدراء ورؤساء مجالس، حقيقة هذه الأزمة راهو أزمة كبيرة وأزمة دولة، ومن المفروض الدولة تعطينا أولوية. نحن ما نقول إنها عطت ولا قصرت، بالحالتين كان عطتها واجب
وكان قصرت انا نعتبرها شيء مفروض مفروض يعني ينظر نظره خاصه للقمامه. انت عارف مهما درت ومهما بنيت ومهما درت من طرق لا يمكن شغلك كعميد بلديه او وزير يبان من غير نظافه عامه. وانت عارف نحن في ظروف صعبه والمفروض نعطي الاولويه شاننا شان اي مرض، شاننا شان الكورونا، غير ما ينتشر لك مرض اخرى في تكدس القمامه. بعدين كم عدد الاطنان اليوم استاذ فرج؟ اليوميا والله السابق رانا والله ايش نقول لك، نوصل لعند 600 يعني على الجبل الاخضر بصفه عامه، نوصل لعند 600 700 طن من 600 700 طن في في البلديات الاربعه يعني عامه. ايوه يشيل طبعا 24 مكتب شركه خدمات الجبل الاخضر. الشيء اللي نبي نرد لك عليه اخوي عماد اللي هو الاختصاص الاصيل لشركات الخدمات العامه، نعم نحن لو جانا الدعم وجانا الامكانيات ومستلزمات التشغيل المواطن يعرف ان نحن كيف كنا نعمل، ولكن الان نتيجه الظروف برضو محتج على كافه العقود المباشره لكافه شركات الخدمات العامه سواء من رئاسه الوزراء، نعم سواء من وزاره الحكم المحلي سواء من البلديات. نحن نعم. اصحاب الاختصاص الاصيل، المفروض التعاقد يكون عن طريقنا، نعم وبمصادقه الاصلاح البيئي وفق القانون، ونحن من نرى عملنا نتعاقد زي ما حكيت لك في السابق. قلت لك راهو حتى الشركات الخفيفه اللي في الوزارات اللي يخدم في مبالغ المفروض توجه الدعوه لنا اولا، وبعدين نحن نعم. يا نفذنا كشركه يا كلفنا من نراه مناسب. نعم استاذ فرج، قبل الختام وتوضيح اخير، يعني اليوم لا يوجد لديكم تعاقد رسمي من 2011 مع الحكومة، أيضا هناك بعض المخالفات القانونية تتمثل في عدم أخذ الموافقة على بعض التعاقدات من الجمعية العمومية أو من مجلس الإدارة. هناك هذه المخالفات القانونية أو قانونية عدم التعاقد. اليوم من المسؤول على عدم التعاقد؟ هل هو تهاون من شركة الخدمات العامة؟ هل هو يعني غض بصر من الحكومة الليبية؟ هل هي الأحداث التي تحدث بصفة عامة في البلاد هي من أثرت على ذلك وجعلت لا يوجد تعاقد حتى هذا العام خلال حوالي 10 سنوات اليوم بدون تعاقد؟ اليوم يعني لو السيد عبد الله التنيم أو السيد فايز السراج اطلع وقال لك يا سيد فرج عبد الرحيم أنت ما عندك عندي شيء قانونيا، ما تقدرش تتكلم. والله يجوز ممكن، ولكن لا اعتقد ان هذا يصير، لان هم عارفين شركه الخدمات العامه في قانون، يعني ماهيش شركات خاصه. وعلى العموم انا اللي نبي نقوله لك الحكومه، انا بصراحه يعني نعم. مرات اللوم ونحضر نعذر نتيجه الظروف، ولكن اللوم المفروض تفرقه لا، يعني انا ماليش سواء كانت الحكومه او المواطن نعم يفهم ان نحن راهو ما لناش علاقه بسياسه الدوله، يعني نحن علاقتنا بالمباشره بالمواطن، وانا والله شركه الكهرباء او المياه يعني الخدمات نقدم فيه للمواطن. يعني على سبيل المثال اجيب لك مثل علي دوله اسمها رواندا تعثرت في الحروب طبعا وقبائل كلت بعضها وصار فيها واجد، ولكن لما انتهضت بمواطنيها وقدموا دولتهم وبدأوا يشتغلوا كمواطنين، يعني دائما العبي على الحكومه راهو صعب شوي. احنا نتيجه الظروف تفراج ان شاء الله يا سيد فرج، تفراج وترجع زي قبل واحسن ان شاء الله، اعانكم الله. ونجهز لحلقه اخرى سيد فرج خلال الايام القادمه للحديث عن مصانع يعني حرق القمامه اللي وصلت لليبيا واختفت حتى هذه اللحظة، موجودة في المخازن، ولكن الحديث هنا عن آلية تركيبها، آلية التعاقد على تركيبها، دوركم أيضا كشركة خدمات نظافة. أتمنى أن تكون معنا أيضا في المتابعة. أعود في الختام بشكرك شكر جزيل سيد فرج عبد الرحيم على تلبية هذه الدعوة، وأتمنى منك دائما أن تكون معنا ضيف متواصل في برنامج موطن، يتشرف بوجودك معنا مرة أخرى. شكرا لك فرج عبد الرحيم مدير عام شركة الخدمات العامة بالجبل الأخضر.
مشاهدينا الكرام طبعا حنمشي لفاصل، وبعد الفاصل ملف مهم جدا خليناه في الأخير، سنتحدث فيه عن إعادة استقرار بنغازي وإعادة إعمار بنغازي، هذا الملف اللي مفتوح له سنوات واللي أعتقد بدأ بشكل فعلي في خلال هذا العام 2020. أين وصل ملف إعادة إعمار بنغازي وما الذي يعرقل هذا الملف؟ كل هذه الأسئلة حيكون فيها ضيفي بعد الفاصل عبر الأقمار الصناعية من مكتبنا في البيضة الأستاذ أسامة الكزة مدير مكتب المشروعات في بلدية بنغازي. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستقبال المهندس أسامة. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، وزي ما قلنا لكم قبل الفاصل الجزئية الحالية من الحلقة حنتحدث فيها عن ملف إعادة إعمار بنغازي اللي بدأ من أكثر من سنة وشكلت له عدة لجان، ومن هذه اللجان طبعا اللي عقدت العديد من الاجتماعات في بلدية بنغازي للبدء فعليا في هذا الإعمار اللي نتمنى بإذن الله تعالى بنغازي وطرابلس وكل مدن ليبيا نشوفوها أحسن من قبل، ويا رب ترجع ليبيا اللي نعرفوها وأحسن من اللي نعرفوها، وأمننا في الشباب اللي قايمين على هذا كبير بإذن الله تعالى. للحديث أكثر عن ما المستجدات هذا الملف، مستجدات ملف إعادة إعمار بنغازي، معنا من مكتب القناة ببنغازي المهندس أسامة الكزة مدير مكتب المشروعات ببلدية بنغازي. باشمهندس أسامة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين بك ونورتنا في حلقة اليوم باشمهندس أسامة، والحديث في البداية طبعا عن السؤال المعتاد، كما نعلم جميعا باشمهندس أسامة تأثير وباء كورونا عافانا الله وإياكم على كل المشاريع في العالم، ثقافية اقتصادية سياسية أيضا تأثرت بهذا الوباء، هل نستطيع القول بأن ملف إعادة إعمار بنغازي تأثر أيضا بهذا الوباء وعرقل خطوات تنفيذ هذا الملف أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا نحب نصحح بعض المفاهيم. إحنا في مرحلة لا تصبح بيعت إعمار، هذا هو وطني قيمي كثير يحتاج بعض المعطيات غير متوفرة بالتالي من ضمنها الاستقرار السياسي والإرادة السياسية وتوفر كله استقبال الأمن كامل الوطن الحبيب كامل يعني. فهذا مرحلة ثانية، نحن الآن في صدد مرحلة إعادة الإعمار، مفهوم هذا الناس إعمار مرحلة بعد الإقرار، هذا مشروع متكامل تنموي ودعمة وفيها بناء. فهذا ملف آخر غير الآن في ملف قرار إلا قرار كان على فقامة قدم سيد أجيلة صالح رئيس مجلس النواب رقم 4 لسنة 17. نعم. وبرئاسة معالي رئيس القرار سيد عبد الله الثقي و بعض المصرف الحكومي الاستاذ علي الحبلي ورئيس مجلس المهندس صقر الجواري. هذا هو ملف قاعد تقوم اللجنه الرئيسيه وتحت لجنه فنيه تقوم بثبت مشروع برئاسه المهندس علي الحيري، والاداه التنفيذيه للمشروع هذا هي مكتب المشروعات بالاضافه للاستشاري هو جهاز تنميه الضفه. فهو ملف فيه عده شركاء وطريقه كبيره، فهو من اول هو ملف قاعد ما خلينا نوضحه باشمهندس للمواطن في البداية الفرق بين المقصد بكلمة إعادة استقرار وإعادة إعمار. كويس، الاستقرار هو أنك أنت تحاول ترجع الخدمات الأساسية للمدينة، الكهرباء، نحن تعرضنا لحرب، فهو عمل استثناء من ظروف استثنائية، حتى لجنة الاستقرار هي لجنة استثنائية يعني. فأنت تحاول رجع الخدمات الأساسية، الكهرباء، الصحي، بعض الجسور اللي تهدمت، رسم بعض الطرق. فهو محاولة إعادة المدينة للوضع اللي كانت عليه أو تحسين أداها قليلا، هذا إعادة استقرار ريهابليتيشن. نعم. الإعمار كثير نقلة، يعني نحن نتمنى تكون بنغازي أفضل مدينة في شمال أفريقيا. هذا ملف آخر يعني. هذا إعادة الإعمار ملف يحتاج مليارات، يحتاج زي ما قلت لك إرادة سياسية واستقرار سياسي وأمن
ورؤية متكاملة لكامل البلد، يعني ما تقدرش تطلب بنغازي يعني ليبيا، فتدير مشروع اعمار في بنغازي المفروض يشتغل كامل الاقليم الليبي يعني. وهذا ملف اخر غير اللي نحن بصدده، هذا ملف يحتاج الى سنوات طويله، ممكن تبدا في اليوم وتكمل بعد 10 سنوات، هذا هو الاعمار. لكن الاستقرار حد اقصى سنتين ثلاثه، انك تحاول اعاده المدينه الوضع اللي كانت عليه. هذا الفرق بين الملفين يعني. نعم. الاعمار انك تطلق هي نقله تغيير، لكن الاستقرار انك ترجع لوضعك الطبيعي تستقر، ان المدينه تقدر تعيش فيها خدمات اساسيه. فالملفين مختلفات يعني. نعم. من ناحية الزمن والتكلفة يعني. والمردود الفلاحي. نعم. الحديث عن إعادة الاستقرار، بعض المناطق في بنغازي اليوم نقدر نقوله يعني مش محتاجة إعادة استقرار أو إعادة إعمار، محتاجة مدن أصلاً. يعني سوق الحوت اليوم، منطقة سوق الحوت مثلاً على سبيل المثال، تحتاج إلى مدينة جديدة بالكامل، بنية تحتية جديدة، منطقة جديدة بالكامل. هذا الكلام يعني مليارات. الوضع الاقتصادي لا يسمح، كيف تعاملتم مع هذه الجزئية المهمة؟ كويس، خلينا نتفق على المفاهيم. نحن بإعادة الاستقرار منطقة سوق الحوت والبلاد، نحن رصدي لها السنة 300 مليون إن شاء الله. نعم. هو زي ما قلت لك، نحاول إزالة الركام على الأقل، مش نشوف طير مدينة، شبكة الصرف الصحي، شبكات المياه، شبكات الكهرباء، رصف بعض المناطق المدمرة، إصلاح الجسور، يعني حترد هي تشتغل ممكن 50-60% من وضعها السابق. نعم. هذا إعادة استقرار يعني. لكن إعادة الإعمار ممكن المنطقة هذه حتتغير بشكل نهائي، يعني ممكن ترتمى أزداف البحر، تفتح قناة. فعندنا لها خطة نشتغل عليها حاليا، نشتغل عليها من سنتين. هي رؤية متكاملة للمدينة. نعم. وبديش يكون هي إعداد مخطط عام للمدينة. هذا موضوع آخر. فحتى صرف البلاد يعني، أنت تحافظ على المدينة القديمة وتخلق منطقة جديدة يعني. نعم. قاعدة على البحر المتوسط. مدينة فيها مليون، إيرانك مصر، أوروبا قريبة. فهذا يحتاج زي ما قلت لك رؤية كبيرة يعني، مش نشتغل فيه نحن تو. نحن تو عندنا 30 مليون مرصودات الصابري والبلاد، إعادة استقرار المنطقتين هذين، الخدمات الأساسية وتحسين أداء المنطقة، المدارس اللي فيها كان فيها عيادات نصلحوها. نحن بدينا في الصيانات العيادات، دارس أصلحنا بعض الطرق، ولكن موش إعمار. إعمار موضوع آخر، ممكن تغير ملامح المدينة بشكل كامل يعني. نعم. تحدثت باشمهندس أسامة عليه المخطط العام. بالعودة لما يتعلق بالمخطط العام لبلدية بنغازي، أعود بك إلى زيارة أثينا العام الماضي وعدة اجتماعات التي عقدت هناك في اليونان. ما نتيجة هذه الاجتماعات، وهل هناك جديد فيما يخص نتائج هذه الاجتماعات التي كانت هناك في أثينا أم لا؟ هي أولا كانت زيارة استكشافية لدولة اليونان صديقة، نحن طبعاً تربطنا بها علاقات قديمة. فاختيار اليونان بالدرجة الأولى كان لأن المخطط العام لبلدية بنغازي الأول والثاني كان يوناني، وإنما يعني بنغازي كانت ممكن أفضل مدينة في تخطيط ليبيا، وسنة 2003 أخذت الترتيب الثالث عربياً. نعم. من ناحية المخطط بتاعها. فالشركة الأولى فيكسيالس، هذه شركة يونانية، هي اللي قامت بتخطيط المدينة. فإحنا حمينا أن نستكملوا المراحل مع نفس الدولة هذه. الزيارة كانت موفقة الحمد لله، طلعنا على البلد عن قرب، وكان معنا السيد الحافظ بلدية اسمه السيري، وكان معنا رئيس اللجنة الاشرافية المهندس علي بحيري، وعقدنا عدة اجتماعات. وطبعا هو المخطط العام هذا شغل من سنتين، مش وصلنا الى مجال العمل. تعرف انت شو تبي في بنغازي، هو سؤال مش سهل يعني، شو تبي مدينتك تكون، شو تحتاج. وهذا عمل سنتين من فريق يتكون تقريبا من 10 مهندسين، خلالها زيارة الأردن مرتين، وتقريبا 12 اجتماع في بنغازي، وكانت الخاتمة بالزيارة الأردن. فحددنا احتياج المدينة وجهزنا العقد، وهو في طور التنفيذ الآن إن شاء الله بعد أيام قليلة طور العمل يعني. نعم. كانت زيارة مثمرة الحمد لله. أعود بك للسؤال الأول اللي ما أخذتش منك إجابة بشكل واضح، هو تأثير أزمة كورونا اليوم، هل أثرت عليكم أيضا أزمة كورونا وتفكيركم في مخطط إعادة استقرار بنغازي أم لا؟ خليني أعطيك فكرة عن المشاريع. نحن حاليا عندنا تقريبا 437 مشروع جاري في مدينة بنغازي. نعم. التعاقد عليهم بقيمة 514 مليون. نحن عندنا مليار مستهدف ان نكملوه خلال 3 سنوات، يعني 21 يكون احنا كملنا الاستقرار بشكل نهائي. السنه الاولى تعاقدنا ب 300 حسب اللي هو متوقع، السنه هذه تاخرنا قليلا،
عقدها 150، المفروض ما تجيش نهايه السنه احنا كملنا 300 قطار، لكن اعتقد اثرت فينا الكورونا الفتره اللي فاتت شويه فصلت تعطيل العمل، ولكن تو في تسارع الحمد لله، في طاقه تسارع من المنفذين ومن الادارات. اتمنى ان نحقق 300 الاخرى رغم الصعوبه يعني بسبب الازمه اللي ذكرتها حضرتك. فالمشاريع نسب الانجاز بتاعها كلها عاليه، يعني تقريبا عندنا 60% مشاريع بشكل نهائي، 24% منها واصل نسب انجاز عاليه، عندنا تعثر تقريبا في 16%، يعني فالنسبه لا تقارن بالانجاز، يعني 86% مشاريع بالمنتهي وبنا على وشك الانتهاء. استهدفنا جميع القطاعات، الصحه، الاناره، التعليم، المرافق، المياه والصرف الصحي، الطرق. نعم. فالمشروع في السنه الاولى مشى بشكل كويس، الناس لاحظت النتائج ممكن العام هذا، لانه هو عباره عن كم مشروع، يعني الطرق نفذنا تقريبا تعقدنا لفتره 60 مشروع تم الانتهاء منهم بشكل نهائي تقريبا 60 مشروع. ثلثين كملناهم والثلث الاخير ان شاء الله نكملوه. السنه هذه نحن كميه الطرق حتكون مضاعفه، فهذا حيعود على المدينه بشكل ايجابي، خصوصا ان الازدحام من اكبر المشاكل في مدينه بنغازي واغلب المدن الليبيه، لعدم وجود محطات، لعدم انجاز الطرق خلال سنوات التاخر في التنميه. فان شاء الله الامور بشكل اثرت فينا الكورونا معك، ولكن فعليا الشهر اللي فات نسبه الانجاز كانت عاليه جدا. تحدثت باشمهندس اسامه على 437 مشروع ومشاريع هذا العام بما قيمته 150 مليون، ما هي الآلية التعاقد التي تقومون بها وكيف يتم اختيار هذه الشركات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ هذه المشاريع؟ أنا زي ما ذكرت في أول الحلقة، هو طبعا الظروف الاستثنائية تحتاج لعمل استثنائي، اللي هو كان عندنا قرار من لجنة الإشرافية رئيس الأستاذ عبد الله الثني ان التعاقد المشاريع اللي قيمتها اكبر من مليون، طبعا اقل من مليون هذول مشاريع صغرى، يعني لدينا يصير فيها يعني مناقصه بين ممكن ثلاث شركات تقريبا تكليف مباشر، يعني المشاريع الصغرى. نعم. المشاريع اللي قيمتها اكثر من مليون يديروا في مناقصه محدوده، انك تدعي اربع خمس شركات مستوى كويس ويكون في عطاء بينهم يتنافسوا، يتم الترسي على الشركه الافضل اللي حسب ما ترى لجنه اعطاءات من ناحيه القيمه او من ناحيه العرض بتاعهم. ولكن المشروع هذا يعني هو كان جزء منه اقتصادي، انه حرك حريق الاقتصاد في المدينه قد محلي حصل في بنغازي، فعدد الشركات اللي تعاقدنا معها نحن يتجاوز تقريبا 270 شركه. شركات محليه كلها؟ طبعا كلها. لانه احنا الاجنبي صعب يخش، ما عندناش تحويل بالعمله الصعبه، انت عارف الاموال المتحكم في مصر. مظبوط. طرابلس للاسف هذا دير لنا عائق، ان اي اجنبي الدول تعامل عن طريق الكويفت، يعني فصعب ان نتعامل مع شركات اجنبيه في الظروف الحاليه. الشركات الوطنيه في الاول كانت تلاقي بعض الصعوبه، نحن مقدرين يعني بلد ممكن اربع سنوات بدون عمل من معركه تطرف فينا، ولكن للامانه السنه هذه كانوا وضعهم احسن وتحسنوا من ناحيه الجوده ومن ناحيه سرعه التنفيذ، وكونوا كوادر وكونوا فرق عمل كويسه. نعم. الامور تسير بشكل جيد يعني من الفتره هذه. يعني الشركات اللي تم التعاقد معها وتنفذ في مشاريعها باشمهندس في الوقت الحالي، ماذا عن السيوله؟ هل لديكم اليوم القيمه يعني اللي تم رصدها لهذه المشاريع تحت ايديكم حتى يتم يعني دفع ثمن هذه التعاقدات لهذه الشركات، ام سنكون في ما حدث سابقا في ليبيا ويحدث دائما من الثمانينات لغايه هذه اللحظه، هي الديون مع الشركات المحليه وتراكم هذه الديون؟ عماد شكرا، طرقت الموضوع هذا. طبعا الايجابي في الاستقرار انه هو زي ما قلت لك لجنه استثنائيه، فنحن في الصرف ما عندناش مشكله. نعم. في تغطيه ماليه، لكن يواجهنا بصراحه هو التغير في سعر الصرف وعدم توفر السيوله، نتعاقد المشروع الدولاري سعره 4 دينار. عندنا اسعار نمطيه معتمده من رئاسه الوزراء، فالاسعار يعني ما نطلعوش منها، الاسعار معروفه. ويتعاقد المقاول بعد 6 شهور تغير سعر الصرف، يقل 6 دينار 7 دينار، يقل هو بالخطابه، بعدين يصير عارف مش غريب على البلد، يصير عدم توفر السيوله، يقدر يشتري الكاش من برا،
تزيد 10% 15%، فهذا هو اللي يعمل ارباك، واحيانا يصير اخر المشاريع تغير الصرف. نعم. وعدم وجود توفر السيوله اثر كثيرا على مستوى الاداء يعني، فهذه العوائق اللي مثلت فينا. ولكن في الان بين المطور والبلديه ان اللي يشتغل يحصل على المقابله بتاع صعوبه دون صعوبه، ولهذا معظم الشركات في اقبال التعامل مع البلديه في قراها. نعم. باشمهندس، اليوم الحديث عن مستقبل ليبيا بشكل عام، ولكن دعنا نخصص هذه الحلقه عن إعادة استقرار، وأيضا أصر على كلمة إعادة أعمار لأن نتمنى أن نرى الاختلاف الجذري قريبا. إن استمر التموين وإن كانت هناك ميزانيات وكان هناك تحسن في الوضع السياسي والاقتصادي لليبيا، كم تتوقع بحسب خبرتك نحتاج من الوقت لتعود بنغازي التي نعرفها وأفضل أيضا؟ أتمنى أن تعود بنغازي، تعود طرابلس، تعود درنا، وتعود جميع المدن. هي حقيقه الامر ان ليبيا كامل تحتاج لاعاده اعمار، لان هي فيها تخلف تنميه ممكن 30 سنه. اللي صاير عندنا مش خسائر حروب، صاير عندنا تخلف التنميه وتعثر مشاريع. ونحن عندنا حاجه زياده ممكن هي بنغازي ودرنا والدرب. نعم. هذه مناطق وتورغا هذه تعرض الى حروب، هذه يحتاج الى معامله خاصه يعني. اعتقد ما اول ما نحتاج هو حسن النوايا، هذا اول شيء. ثانيا استقرار سياسي، ما تقدرش تحكي عليه اعمار ما فيش استقرار سياسي. نعم. استقرار سياسي ترتب عليه استقرار اقتصادي واستقرار امني. ثالث شيء وجود اراده سياسيه حقيقيه لاعاده الاعمار. رابع شيء وجود رغبه شعبيه عند الناس اما يتغيروا ان بلدهم تكون احسن بلد على الاقل على الطرف المتوسط. فهذه كانت توفر عندنا حقق الاعمار، الاعمار التمويل هنا هذا يعني ماهوش عايق، تقدر تجد طرق اخرى تمول بعيدا حتى على الخزانه العامه، عالم مفتوح في اماكن العمل، بس يحتاج الى وجود شروط خاصه. وهذه معروفات الناس كثيرين يعرفوا الكلام هذا. نعم. اذا بدينا صادقين يعني واسسنا، بس في حاجات تحتاج بعض التوقيعات، تحتاج وجود مخططات عامه، تحتاج الى خلق مؤسسات قادره على العمل، تحتاج الى إعادة هيكلة، ونحتاج إلى إصلاح مؤسسي. يعني لو بدينا يعني من بعد 3 سنوات تنتهي. نعم. في ليبيا تكون سريعة تفاجأ. بدينا يعني أنا أعتقد من 3 سنوات إلى 5 سنوات. نعم. عمل حقيقي حتكون نتائج كويسة، وتغير مستوى معيشي وترتقي. نعم. المدن بشكل ممتع. فالعوائق خلينا اللي حكيت لك على رأسنا أول استقرار. نعم. شنو المخاوف اليوم اللي عند المهندس أسامة الكزة من عدم تنفيذ هذا التصور اللي في المطروح، وهذا يعني سواء بإعادة الإعمار أو في إعادة الاستقرار، شنو المخاوف اللي عند أسامة الكزة اليوم؟ والله أنا كمواطن مخاوفي كيف يريد؟ أنا الاستقرار وأتمنى التنمية وأتمنى رفع المستوى المعيشي للمواطنين بعيدا عن التجربات الأخرى. نعم. فلهذا نتمنى استقرار سريع بلد حقق دون استقرار لن يكون لنا فك اعمار، حيكون عمل تشوف فيه انت تو عمل مبحثر. نعم. في الجزر يعني ايش ما يكونش في نتائج، يعني ايش تحتاج الى استقرار ورؤيه واضحه، الباقي كله يكون سهل ان شاء الله. التمويل او العمل هذا مش صعب، صعب استقرار رؤيه واضحه، نوايا صادقه ورغبه عند الليبيين ان يكون عندهم. نعم. المهندس أسامة الكز، أنا سعيد جدا بوجودك معي في هذه الحلقة وبهذه التوضيحات اللي طرحناها على حضرتك ووضحتها للمواطنين في بلدية بنغازي. الشكر موصول ليك ولكل الأخوة في داخل أروقة ديوان بلدية بنغازي. شكرا لك يا باشمهندس أسامة، وأتمنى وجودك مرة أخرى معي. أنا أكون أسعد أن يكون معك، وأنا سعيد جدا بلقائك، وشكرا للاستضافة والإذاعة الكريمة، وأنا من متتبعين هذه الإذاعة. يبارك فيك يا باشمهندس، ونتشرف بذلك، ودائما اتمنى من الله عز وجل ان يوفقكم في هذا العمل. المهندس أسامة الكزة، شكرا لوجودك معي في هذه الحلقه، وشكر ايضا موصول لكل زي ما قلت لك الاخوه بديوان بلديه بنغازي. مشاهدينا الكرام، يعني اعاده الاعمار ملف ماهوش سهل. اليوم لما نشوفه في الحرب في اي مدينه
الحرب سهلة، لكن اللي ما بعد الحرب هو اللي ما هو سهل. اليوم ليبيا تحتاج لإعادة إعمار بالكامل. بعض المناطق ممكن تكون متضررة أكثر من غيرها. اليوم نتكلم على طرابلس. طرابلس تبي مليارات، بنغازي تبي مليارات، درنة تبي مليارات، سرت، مصراتة، تاورغا، العديد من المناطق في ليبيا اليوم اللي تعتبر دمرت بالكامل وتحتاج إلى إعادة إعمار. يعني بعض المدن تحتاج إلى مدن. اليوم هذا الملف حيكلفنا هلبة مش شوية فلوس، وحيكلفنا من رزقنا ورزق صغارنا ورزق أحفاد أحفادنا اللي جايين. موضوع من 2011 مناطق تحتاج إلى إعمار. اليوم صرت يعني مرت بثلاثة أربع حروب، وعندنا ملف ثاني أعتقد بأنه هو مكلف أكثر ممكن يكون وأخطر، ملف مازال ما نفتحش، ملف التعويضات اللي حنتكلموا عليه في حلقات قادمة، والناس اللي خسرت بيوتها في هذه الحرب. وفي ملف آخر واللي هو القوانين السابقة والبيت لسكنه وغيرها. يعني إحنا باش تصفى بلادنا أول شيء وقبل اللي نحكوا فيه هذا إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار، هي إعادة تصفية القلوب، تصفى قلوبنا ونحب بلادنا ونفكر في مستقبل بلادنا. وكل واحد باين على ما أظن، اللي خنب هنايا معروف، اللي خنب هنايا معروف، وكان باخدوش نصيبهم في هالدنيا حياخدوا في الآخرة. لكن خلونا نفكر في مستقبل بلادنا. عندنا مدن دمرت تحتاج إلى إعادة إعمار بالكامل. اليوم لما نحكوا على مصراتة، سرت، درنة، تورغة، بنغازي، طرابلس، هذه مدن يعني فيها يعني تحتاج إعادة إعمار بالمليارات. وفي مدن أخرى أيضا تحتاج لإعادة الإعمار، مرت الحروب من هناك وتحتاج لإعادة إعمار. اليوم لما نتكلم على مشاشي، لما نتكلم على الرياينة، لما نتكلم على ككلة، لما نتكلم على الزنتان وبعض المناطق في الزنتان، لما نتكلم على القلعة، هذه كلها مناطق أيضا تعرضت لدمار وتحتاج لإعادة إعمار. الشغل الشاغل أعتقد للرئيس القادم هي ثلاثة ملفات. اليوم محتاجين لتصفية القلوب، رقم واحد هذا تصفى قلوبنا، وبعدين نحتاج لجزئية أخرى هي إعادة الأمن والاستقرار الأمني في الدولة، والجزئية الثالثة والأهم هو إعادة الإعمار. لنتمنوا هالخطوات الثلاثة تندار في يوم قبل شهر وفي شهر قبل سنة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، ختام خلوه مسك مع زميل مالك بخطوة وبلدية جديدة، ردود أفعال أهالي جديد من هناك. مالك السلام عليكم. السلام ورحمة الله عليه وسلم بك عماد، وعليه وسلم بكافة مشاهدين قناتنا قناة ليبيا روح الوطن. أهلا وسهلا بك عمدة، ولك وحشة والله حبيبنا. حبيبنا يا مالك، منور يا غالي، واليوم وما بترفعنا احنا معاك والهواء ليك، ملوك تفضل حبيبي. ان شاء الله عليه وسلم بك مشاهدينا الكرام في فقرة تعليقات البلديات اللي حنستطلعوا فيها او حنعرفوا فيها مجموعة التعليقات اللي علقوها الناس على صفحة البلدية. اولا حننتجه على طول الى بلدية طبرق، بالمرة هذه الى اقصى الشرق الليبي الحبيب، واللي هي بلدية طبرق، طبرق العزيزة اللي غالي علينا، واللي هو عقد صباح يوم الثلاثاء الامس اجتماع بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اجتماع مهم جدا ما بين المجلس التسييري لبلدية طبرق ورئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل زايدي والمستشار القانوني السيد صلاح ماضي. بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق السيد فرج بالخطية ووكيل ديوان البلدية السيد مسعود الوهراني ومدير مكتب المشروعات المهندس نصر شرح البال، وقد ناقش الاجتماع الموافقة على مشروع الكورنيش وتم عرض الخرائط على رئيس مجلس الوزراء. إضافة عليك مناقشة مشروع النهر الصناعي لتوصيل المياه إلى مدينة طبرق ومحطة التحلية وحل كل المشاكل المتعلقة لصيانتها، إضافة إلى مكب القمامة وتذليل كل الصعاب التي تواجه المكب. أيضا ناقش الموضوع أو الاجتماع شركة الخدمات النظافة العامة وما تعانيه الشركة من مشاكل من رواتب غيرها، وهذه حنشوفها أكثر شيء في التعليقات اليوم. الاجتماع اللي ناقش كل هذه المشاكل، أبرز التعليقات كانت بخصوص
الرواتب اللي كانت تعاني منها المواطنين. هنجشوا على طول إلى أول تعليق موجود معنا، واللي هو مشاريع طبرق وسير عملها على طاولة اجتماعات ورئيس مجلس الوزراء. لطلع رئيس مجلس الوزراء الحكم المحلي السيد عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء على سير العمل ومشروع البلدية وأبرز المشاكل اللي تواجهها، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء. طبعا هو كلام واجد حكاه صاحب التعليق، ولكن أنا تشوه على طول إلى التعليق الثاني اللي بعده، واللي هو كان من جلال جمعة مسعود اللي قال: بارك الله فيكم، مجهودات جبارة تذكر فتشكر للسيد عميد البلدية، وكل الاحترام والتقدير لكم ولابن طبرق البار عضو مجلس النواب عن طبرق الصالحين عبد. تمام، حنتوجه للتعليق اللي بعده على طول، واللي هو كان من جميلة المسلات. قالت: وقت كورنيش الناس حاليا يعني بتتهم، يعني بتعرف المشاكل اللي تعاني منها بلدية طبرق، يعني مش وقت كورنيش، ولكن قالوا مش وقت كورنيش أشقوا بالبنية التحتية ونقص المياه وغيرها وغيرها، والبين إن في مشكلة كبيرة صايرة في طبرق، قصة المية اللي البلدية قاعدة حاليا تلتها. أنا أتوجه على طول إلى تعليق الثاني، واللي كان من علي مصادف اللي قال: موفقين جميعا إن شاء الله في خدمة المواطن، تحياتي للجميع. إلى هذه اللحظة نحن مازالت التعليقات كلها إيجابية. أنا أتوجه على طول إلى بعض التعليقات أيضا اللي كان لها ردود شوية قاسية، وأيضا في نفس الوقت كان لها نوع من خفض الدم، لا لقيت حتى إعجاب كبير من الناس. قال: حي الأندلس الغربي، يبي قطران قطران قطران، كورنيش ما كورنيش هذا مشهور شيء، تو خلوها بعد يروق الوطن. إن شاء الله بعد يروق الوطن حتروق الحياة كلها، وحترد الحياة إلى طبيعتها وإلى أزقتها كلها تقطرا بعون الله تعالى يا محمد الموسى. شريف بويسيكر قال: القطران اللي في حي بيذو إيش يصير فيه؟ طبعا الناس النقاط اللي فوق السين، فقال إيش يصير فيه؟ بإذن الله تعالى حيكون الحل سريع. عادل المريمي قال: المحطة البخارية عمرها الافتراضي انتهى، يعني الصيانة مغير سرقة فلوس وخلاص، أشقوا بتغييرها تركيب بخارية جديدة تغنينا عن سرقة الفلوس الصيانات، وتغنينا أيضا عن النهر الصناعي وعن التعبئة للكهرباء من بنغازي لمصر. أيضا ردود فعل أيضا كانت من أحمد السليني، قال: مش وقت كورنيش، الشباب متزوجين وعينتوهم بلا رواتب، هذه المشكلة اللي كانوا يعانوا منها مجموعة التعليقات اللي حنتجه لهم بعد شوية، واللي هي قال لك في أولويات قبل الكورنيش، واللي هنا مشكلة الرواتب اللي لازم أن ننظر فيهم، ننظر في حالهم، لازم أن البلدية تنظر في حال الشباب اللي جوزوهم وما عطوهم مش رواتبهم، أن هم حاليا عندهم مسؤوليات اجتماعية. أيضا من التعليقات اللي حاضرة معنا اللي هو سلم صبر وفقكم الله: هل تمت مناقشة كارثة الصرف الصحي في أي المنارة والعمارات الحمراء أم لا؟ من يشعر؟ إن شاء الله اجتماع مثمر من رسلان برسلان. أشرف قال: خليني ساكت أحسن شيء، يناقشوا في صيانة محطة منتهية في عمرها الافتراضي، ونسين رواتب الشباب كيف ما ذكرنا بدري، رواتب الشباب والله الشباب اللي كل يوم يقوموا تقولوا نبوا نصفوهم، خلاص صفاتهم الحرب واستشهدوا وقاعدين عند ربهم، أشقوا بالبقية أراهم هم أساس الوطن وهم سبب وجودكم ووجود كل واحد قاعد على كرسي ماسك منصب المشاريع يروق الوطن ونديروها. كلامك كويس يا أشرف، بإذن الله تعالى تنظر البلدية في التعليقة ويكون لها ردة. توتي 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 قالت: بالتوفيق إن شاء الله، وعبر رواتب التعيينات ذكرناها بدرينا، رواتب التعيينات كانت واحدة من الأشياء اللي كانت تعاني منها البلدية، يريت يتم ذكر الموافقات على المشاريع والحلول للمشاكل الخدمية الأخرى. فرج الوراد قال: أمتى يبدو في الكورنيش؟ فرحونا نزلوا حتى حطب، وإن شاء الله يطلع أي كورنيش اسكندرية ولا مطروح، إن شاء الله يطلع أحسن من كورنيش اسكندرية ومطروح. من تعليقات الإيجابية أيضا رجب بورقيقة قال: بالتوفيق إن شاء الله. محمد قدر الفردي قال: موفقين. أما منارة يوسف كانت مختلفة شوية في تعليقاتها وقالت: موفقين، يريت نناقشوا على رواتب التعيينات، مللنا من الانتظار، إن شاء الله تنظر البلدية في حال الرواتب، الكورنيش مش أهم من رواتب الشباب والبنات الناس
تبي تصرف وتعيش ترنم بدري. احنا قصة الرواتب اللي ما زالت إلى الآن لم تصرف في مدينة طبرق، مدينة طبرق يجب أن هي ينظر فيها لكي تعيل هذه الناس مسؤوليتها. نزلوا الرواتب التعيين عام 2015 و16 والبين أن هذه هي هتكون مشكلة الناس، وأن هم يتمنوا يكون الحل السريع لها، وهذه هتكون هي ختام حلقتنا من باسط رزق المسماري اللي قال نزل الرواتب والله يرحم والديكم. إن شاء الله يا باسط، وإن شاء الله كافة التعليقات هتكون وصلت أن نحن وصلناها إلى بلدية طبرق وإلى كافة المسؤولين اللي جالسين على الكراسي في بلدية طبرق أنهم ينظروا في حال الشباب وحال الناس اللي تم تعيينهم بدون تنزيل رواتب. يمكن يكون أننا وصلنا إلى ختام حلقتنا مع ردود الأفعال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله نكون وصلنا نحن الصورة الرئيسية والأساسية اللي يعانوا منها المواطنين. شكرا لك مالك، ونسيت حتى تقول نرجع لعماد، شكلك هربت عليك شوي. والله حتى نجي تقول نرجع لعماد بعدين انت خشيت مديلك. ماك عطلك وسكت بعد شو بدي لك. منور يا لوكا، نورتنا، ونقابلك ان شاء الله لحد الجاي وبلديه ثانيه، ونورتنا اليوم من دار السلام الغاليه طبرق. شكرا مالك. معك السلام عليكم. سلام. مشاهدينا الكرام، قبل نهايه حلقه اليوم لازم في نقطه نرجع عندها للأهمية. اليوم كان مفروض يكون معاي ضيف في الملف الأول اللي متعلق بشركة الخدمات العامة أو شركة النظافة، لأن هذه الشركة تعتبر يعني هذه القصة تحديدا لها طرفين، طرف اللي هي شركة النظافة واللي كان ضيفنا الأستاذ فرج اللي نورنا في الحلقة اليوم، وأيضا وزارة الحكم المحلي. الزملاء في الإعداد تواصلوا مع الأستاذ مجيد بو كبسولة مدير المرافق المحلية بوزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة. الرجل وافق أنه يكون ضيف في الحلقة، ووقت الحلقة اتصلوا به قال والله رجعت الوزارة والوزارة منعتني من الظهور. أعيد الكرة مرة أخرى مع الأستاذ عادل الزايدي، الأستاذ عادل الزايدي وزير الحكم المحلي. الأستاذ عادل الزايدي توصلت معاه في السابق، اتفقنا على حلقة، ويوم الحلقة لم يكن هناك حتى اعتذار، فقط لم يكن هناك رد على الهاتف. توصلنا بعدها عدينا لحلقة ثانية ونفس القصة. أستاذ عادل الزايدي هنا، احنا مش في حوار شخصي يخص عادل أو يخص عماد، طبعا ما حفظ الألقاب يا معالي الوزير، ولكن هو الحوار للإجابة عن تساؤلات المواطنين. اليوم عندك بلديات، وواحدة من البلديات أنت موجود فيها، بلدية البيضة اللي القمامة مكدسة في الشوارع، وشركة الخدمات العامة قالوا ما ليناش علاقة، بروا شوفوا وزارة الحكم المحلي، ووزارة الحكم المحلي المفروض تطلع وترد على الناس، برضو حضرتك ما تبيش تطلع، وفي نفس الوقت مانع باقي الأخوة في الوزارة يطلعوا حتى من لديه الرغبة أنه هو يكون معانا. من أجل المواطن أوجه لك الدعوة مرة أخرى أستاذ عادل الزايدي، ومن يعرف الأستاذ عادل الزايدي ياريت يقول على هذه الدعوة، أوجه لك الدعوة مرة أخرى بأن تكون ضيفنا في حلقة خاصة في موطني للحديث عن عدة ملفات تخصكم داخل وزارة الحكم المحلي. وهذه الدعوة مرة أخرى وجهها لك أستاذ عادل معالي وزير الحكم المحلي، اللي نتمنى تكون ضيفي قريبا للحديث عن عدة ملفات لديكم هنا داخل الوزارة وعدة علامات استفهام. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج موطني. يتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. ذات الجبان يراه الحب مختزلا، فيك وفينا لهيب الشوق مكتملا. كم عاشق لجناك الحلو قد قتلا. يا ليبيا يا ألما، يا ليبيا يا ألما، أهدي إليك حنايا الروح والقبلة.